طلبة قراو تكونوا، ما تكونوش طونجون شوية بالأسباب. علاش مشيت لهاد المدرسة؟ ما عطيتش الوقت الكافي للدراسة وما كنتش سوفيزامون فور، جيتي طونجون. إيزون تخوفي لوكازيون. واحد شوية قدر الله وما يدريك، ربما لأنني في الأخر كنت مضطر نولي رئيس ديال الحكومة. إلى هادشي كله جمعناه وتعاوننا في الإرادة ديالنا، كنظن أنه أمام المدرسة المحمدية للمهندسين ماشي سنوات جميلة، عقود جميلة وقرون جميلة، لأنه اللي بناو هاد المدرسة ما بنواش من أجل سنوات. وتنظن أنه غادي تضافر الجهود دائما باش نبقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي من نجاح إلى نجاح. وبغيت نقول للأستاذة فريدة محا، ما دوزتش عام في هذه المدرسة المحمدية للمهندسين، دوزت 3 سنين، وكنت جاي بعد واحد المشاكل وقعوا لي في المدرسة في الثانوية تونيوس، قررت ما نعاودش نقرب للسياسة واخا يديروا لي اللي داروا لي. غير جيت صادفت مع واحد المشكل مع السي عمور الله يرحمه، مشيت تنهضر معاه، شافوني الطلبة جاو قال لك أنت تكون لو ريسبونسابل دو كلاس ديالنا. راه هادشي لاصق فيا ملي كنت صغير. فصوتوا عليا 67، والثاني صوتوا عليه شي 16 ولا 17، والثالث صوتوا عليه شي 6 ولا 7. وملي وهذاك العام داز، العام اللي من بعد عاوتاني وقع مشكل، عاوتاني جاو لعندي، كانت المدرسة توقفات، اختاروني الطلبة نائب كاتب عام، لأن كان عندنا الرئيس هو السي السعيدي، ما عرفتوش واش معانا ولا لا. السي السعيدي كان هو الرئيس، وكنت انا هو الكاتب العام. عام داز بدون يوم واحد من الاضرابات، يوم واحد ما كانش. وتعاونوا الطلبه والاساتذه، وكانوا الاساتذه كيجيو عندنا لابيفيت ديالنا، بل درنا حتى واحد الحفل غنائي واديت فيه واحد الاغنيه ولكن لم تكن ناجحه. والسنه الاخيره مالوغ على طونجونت، جي تي طونجون. هذوك اللي كانوا قارين في حساب العام الاول والثاني لقاو الفرصه، سأل الله السلامه. السلام عليكم.